العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين البحرين وإسرائيل في العاصمة البحرينية المنامة. وكانت المنامة قد أكدت على العمل للوصول لاتفاق سلام يحفظ حقوق شعوب المنطقة. ونذكر بأنه كانت وصلت أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى البحرين، وعلى متنها وفدان أمريكي وإسرائيلي. وخلال مراسم الاستقبال قال وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني إن هذه الزيارة تأتي للبدء في تفعيل إعلان تأييد السلام بين إسرائيل والبحرين. وأكد الزياني أن البحرين تعمل على إرساء سلام دائم ومستدام من شأنه حفظ حقوق دول الشرق الأوسط وشعوبها. وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات إن المنطقة تشهد فصلا جديدا من فصول السلام، واصفا الاتفاقية مع البحرين بالتاريخية. بدوره كان وزير الخارجية الأمريكي ستيف ميوتشن قد أكد وجود فرص كبيرة للتعاون بين كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والبحرين في مجالات عدة، على رأسها الاقتصاد والاستثمار. بدوره اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إجراء أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى البحرين تقدما ملموسا، مشيرا إلى أن البعثات التي وصلت إلى المنامة تعمل على إبرام اتفاقيات تعاون بين البلدين. والآن سيتم التوقيع على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة إسرائيل بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، حيث يهدف هذا الاتفاق لتيسير دخول رعايا البلدين من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الخدمة إلى البلدين وفق القوانين الدولية المعمول بها. يتفضل كل من سعادة وكيل وزارة للشؤون الدولية بمملكة البحرين، سعادة مدير عام مكتب رئيس الوزراء بدولة إسرائيل، بالتوقيع على الاتفاق.